عليكم مشاهدينا الكرام نشرة الأخبار من الأولى وتتابعون فيها. اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة مناسبة للوقوف على إصلاحات جذرية وعميقة انخرطت فيها بلادنا لتعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية. التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان كانت حاضرة في اللقاء رفيع المستوى بجنيف تخليدا للذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. قمة المناخ بالإمارات العربية المتحدة، الترقب يسود قبيل صدور مشروع الاتفاق الجديد حول المناخ، والأمم المتحدة تدعو إلى مرونة أكبر في المفاوضات بخصوص الإشكاليات العالقة. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم عبد الحفيظ القادري، استحضر فيها جلالته ما كان يتحلى به الراحل المبرور من حميد الخصال ومن غيرة وطنية صادقة مشهود له بها، جسدها طيلة مساره النضالي والسياسي والفكري في حرص شديد على الدفاع عن ثوابت الأمة ومقدساتها وتعلقه المتين بأهذاب العرش العلوي المجيد، كما جسدها في مختلف المسؤوليات والمهام السامية التي تقلدها بكل نزاهة وشجاعة واقتدار، سواء على المستوى الحكومي أو الدبلوماسي أو الصحفي. ما يفوق 340 مليون شخص عبر العالم يعانون من فقر في الاحتياجات الطبية، معطن نستحضره هذا اليوم ونحن نحتفل باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة كما أقرته الأمم المتحدة عام 2012، وأيضا مناسبة للوقوف على إصلاحات جذرية وعميقة تمضي فيها بلادنا قدما لتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية. زكية بلقاس، فاتحة أمغار، محمد شكير ومصطفى ودا. الموعد مع الطبيب يتجدد. خولة تحرص على مراقبة حالتها الصحية بشكل منتظم. تكلفة العيادة الطبية، الفحوصات والدواء أصبحت أخف وطئا مع استفادتها من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. كنجي دائما كندوز بحال هكا ملي كيكون عندي شي مرض كنجي كندوز عند الطبيب وكندفع الدوسي ديالي وما كيتعطلش ليا دغيا وكيرجعوا ليا في ليساسي. الحمد لله زعما التغطيه الصحيه نفعت الناس بزاف. نظام الاستفاده من التغطيه الصحيه بالمغرب يشمل الاجراء، العمال غير اجراء، اضافه الى المستفيدين من نظام المساعدات الطبيه، وعدد المستفيدين هذه السنه تجاوز 23 مليون شخص. شفنا التيمار ديالو على ارض الواقع، الناس اللي ولات كتستافد من التغطيه الصحيه، هناك واحد المجموعه ديال العمليات الجراحيه اللي كتقام يعني والتكفل ديالها من الصندوق الوطني للدعم الاجتماعي، وكذلك مجموعه من الكشوفات يعني الوقائيه. بإحدى الوكالات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التقينا بأحمد وهو مستفيد جديد من التغطية الصحية. الزوجة ديالي مقبلة على واحد العملية جراحية، دفعنا الوريقات ديالنا ودابا جيت نسول على لا بريزون شارج فين وصلت باش ان شاء الله تعالى نديروا العمليه. سنه العلاجات، فالعلاجات المرتبطه باستشفاء والعمليات الجراحيه وكذلك العلاجات الخارجيه بما فيها بطبيعه الحال علاجات الاسنان. وبالنسبه لنسبه التعويض فالصندوق كيعود على 70% بالنسبه لجميع العلاجات على اساس التعريفه الوطنيه المرجعيه، ومن 70% حتى 99% بالنسبه لبعض الامراض المزمنه. نسبه التعويض على المصاريف الطبيه بالنسبه للمستفيدين تصل الى 70% على جميع العلاجات و 90% بالنسبه للامراض المزمنه. 90% كذلك بالنسبه للعلاجات المقدمه في المستشفيات العموميه. كتصل كذلك توصل حتى 100% بالنسبه لبعض الامراض المكلفه المتعلقه بصراعات الاعضاء. توسيع التغطيه الصحيه ورش طموح يؤكد التزام المغرب بتعزيز الحمايه الاجتماعيه والامن الصحي. ورش يستوجب ايضا الاستثمار المكثف في الموارد البشريه وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وينضم إلينا اللحظة سيد عادل زنيب رباش مدير الموارد البشرية ومدير التنظيم والمنازعات بالنيابة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. مساء الخير. مساء الخير. إذن بداية سيد زنيب وإحنا يعني كنحتفلوا باليوم العالمي للتغطية الصحية نسألوا معك فين وصلنا اليوم في تعميم التغطية الصحية الشاملة في بلادنا؟ إذن فعلا بالنسبة ل 12 جنبير هو التاريخ ديال اليوم العالمي للتغطية الصحية وخصنا نعرفوا بعد التغطية الصحية الشاملة شنو هي وبكل بساطة هي توفير العلاج للجميع بأقل كلفة ولا بكلفة معقولة في هذا الإطار. وهذه السنة يتم تخليد هذا اليوم العالمي تحت شعار الصحة للجميع حان وقت العمل. نعم. وكما لا يخفى علينا جميعا فإن هاد المسألة ديال تعميم التغطية الصحية الشاملة بالنسبة لجميع المواطنات والمواطنين المغاربة فهي جزء أو هدف من المشروع المجتمعي الملكي اللي كيتعلق اللي أشمل اللي هو التغطية الاجتماعية أو الحماية الاجتماعية في المملكة المغربية. وكذلك ما يمكن أننا نقوله اليوم فين وصلنا وأنه بفضل مجهود ديال سنة ديال العمل تمكننا من أننا ننتقل من عدد المؤمنين بالنسبة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 7.8 مليون مؤمن إلى اليوم إحنا في ما يناهي 23.5 مليون مؤمن في هذا الإطار والتي توفروا على خدمات بالنسبة للسلة الأساسية ديال تقديم العلاجات. طيب بالنسبة للمواطنين يعني اللي ما قادرينش أنهم يتحملوا الواجبات ديال الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية يعني كاين نظام ديال أمو التضامن ففين وصلتوا والتفعيل ديالو؟ بالنسبة للتفعيل هذه العملية دائما في إطار الترسانة القانونية اللي تم التبني ديالها من طرف الحكومة فإنه تمكننا من تسجيل ما ينهز 4 مليون أسرة اللي كانت كتستفد سابقا من النظام ديال الراميد يعني الأسر المعوزة تمكننا من تسجيل ديالها في البرنامج ديال أمو تضامن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دائما بكلفة مالية اللي تحملتها الدولة المغربية بصفة كاملة يعني ما ينهز 9.5 مليار ديال الدرهم في هذه العملية. طيب بالنسبة للنظام ديال التأمين الإجباري الأساسي فاحتوى يعني شنو كيوفر بالنسبة للمستفيدين منه كسلة ديال العلاجات وكخدمات طبية وصحية سواء يعني تكلمنا على القطاع الخاص أو القطاع العام؟ إذا بالنسبة لسلة العلاجات فإن الجديد ديال هذا النظام هو أنه هذه سلة العلاجات الأساسية فهي مشتركة بالنسبة لجميع فئات المؤمنين سواء كان يتعلق الأمر بالاستشفاء ولا العلاج في القطاع الخاص أو في القطاع العام واللي ممكن أننا نذكره على سبيل المثال للحصر فهناك الفحوصات الطبية العمليات الجراحية تتبع ديال عمليات الحمل والولادة التحاليل الكشوفات ديال الإشعاعية العلاجات ديال الفم والأسنان وكذلك كما كل ما يتعلق بالنظارات. طيب تكلمتوا على الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وهذا بالضرورة يعني كيتطلب إصلاح جذري المنظومة الصحية فكيفاش يعني كيتم تأهيل ديال المنظومة الصحية باش أنها يعني تستوعب هذا الطلب المتزايد على الخدمات الطبية والصحية؟ إذا كيف ما قلت بناء على التعليمات المباشرة ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصره كان العمل ديال الحكومة بصفة عامة وديال وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتتبع المباشر للسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية للتأهيل ديال المنظومة ولا الإعادة ديال التأهيل ديال المنظومة الصحية وذلك عبر العمل على 4 ديال المحاور بطريقة مباشرة غادي نقولهم لك بعجالة. المحور الأول كيتعلق بالحكامة ديال المنظومة وذلك عبر الإحداث ديال المجموعات الصحية الترابية وهذا واحد النمط جديد ديال التدبير ديال المؤسسات الاستشفائية. ثانيا العمل على الإعادة ديال التأهيل ديال البنيات وديال المعدات ويمكن نعطي على سبيل المثال هو الإعادة ديال التأهيل ديال 1400 هادشي اللي هو منجز 1400 مؤسسة من المؤسسات ديال الرعاية الصحية الأولية. هناك الرفع ديال القدرة السريرية ديال المراكز الاستشفائية بما يناهز 1500 سرير وكذلك مجموعة من المراكز الاستشفائية الجامعية والجهوية والإقليمية اللي هي في طور الإنجاز في هذه العملية. فيما يخص المحور الثالث اللي هو الموارد البشرية فهناك محورين أساسيين اللي كيتم العمل عليهم هو التوفير ديال هذه الموارد البشرية عبر العمل على المنظومة ديال التكوين لا ديال المهنيين ديال الصحة بصفة عامة لا بالنسبة للأطباء
المتخصصين في الطب لا بالنسبة للممرضين وتقنية الصحة. المحور الثاني بالنسبة للموارد البشرية هو التحفيز ديال هاد الموارد البشرية لأنهم هما اللي كيشكلوا العصب ديال الاشتغال. فهناك الإقرار بالخصوص ديال القطاع عبر القانون ديال الوظيفة الصحية، وحنا حاليا مبتدأ الاشتغال مع الشركاء الاجتماعيين ديالنا على ابتكار أنماط ديال التحفيز اللي ممكن أنها تضمن المشاركة الفعلية بهذه الموارد في النهوض بالمنظومة الصحية. المحور الرابع وهو الرقمنة ديال القطاع الصحي وديال الملف الطبي المشترك ديال المريض، واللي غيكون عنده انعكاس جد إيجابي بالنسبة للتتبع ديال الحالات ديال المرضى. طيب تكلمتي على سنة من العمل، يعني واش بديتوا كتلمسوا يعني أثر إيجابي ديال هذا التعميم ديال التغطية الصحية الشاملة سواء بالنسبة للمواطنين أو بالنسبة للمنظومة الصحية ككل؟ إذا الحمد لله اللي خصنا نعرفه بعدا هو أن الأثر الإيجابي إلا كان عند المريض راه أوتوماتيكمون كاين عند 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 المنظومة الصحية، لأن الهدف ديال التواجد ديال المنظومة الصحية هو العلاج ديال المريض، ونكونوا في مستوى التطلعات ديال الشعب المغربي المواطنات والمواطنين وكذلك ديال صاحب الجلالة الله ينصره بناء على التعليمات ديالو. بالملموس شنو 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 ممكن أنه يكون، كاين هناك مجموعة ديال كاين هناك تدارك على مستوى الكلفة ديال العلاج بالنسبة للأسر. هناك واحد التقليص ديال الأجلات ديال الانتظار رغم الإكراهات اللي كتعرفوا، ولكن كاين هناك أثر إيجابي مباشر في هذه العملية. كذلك هناك ما يتم تداوله بين الفينة والأخرى من العمليات اللي كانت إلى القريب في القريب كانت صعيب على أننا نتخيله على أن يستفدوا منها بعض الفئات، ولينا كان سمعوا على أن ممكن على أن هذه العمليات كتكون كيستفدوا منها المواطنين والمواطنات بواحد الشكل ديال التساوي بين جميع الفئات. سيد عادل زنبرباش مدير الموارد البشرية ومدير التنظيم والمنازعات بالنيابة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، شكرا على كل هذه التوضيحات. شكرا. مرحبا. شكرا. إلى أكادير، حيث انطلاقة خدمات 12 مركزا صحيا حضريا وقرويا بجهة سوسمسة، مؤسسات صحية أعيد تأهيلها وتجهيزها بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات وتجويدها وتقريبها من المواطنين. قيس محسن، حيجب التامك ونور الدين صابر. 12 مركزا صحيا حضريا وقرويا بجهة سوس ماسة تم إعطاء انطلاقة الخدمات بها، غايتها تحسين اللولوج إلى المنظومة الصحية وتجويدها وتقريبها من المواطنين. من بينها هذا المركز الصحي الحضري من المستوى الأول ببعرقان، والذي أعيد تأهيله وتجهيزه بالكامل ليرقى لمستوى تطلعات الساكنة، خدمات طبية وعلاجية وتتبع للمرضى ممن يعانون من أمراض مزمنة. هاد المستوصف الحمد لله راه بالتجهيزات ديالو، فيه الادويه وفيه الفرمليات الحمد لله، ورطبات الله يجازيهم بخير. راني ساكنه في هاد الحي، اي حاجه موفره فيه الله يجازيهم بالخير، كل شيء موفر راه رمام وكل شيء، وفيه الالعاب ديال الدريره راه هما المهم، وفيه الدواء ديال السكر تيعبروا الطنسيون تيعبروا السكر، اي حاجه فيها المهم كل شيء موفر. التعامل ديال الناس ديال لي زانفيرميه وكل شيء تعامل زوين، والناس كيستفدوا يعني بالدواء بالمجان يعني، و الخدمات والتجهيزات وكل شيء يعني ولا في السبيطار. تم ترقمنه القطاع الصحي، بمعنى ولات واحد لابليكاسيون اللي كنسميوها ابليكاسيون انوفا، اللي كتسهل على المريض وعلى الطبيب، كيكون عنده واحد لو كود ديالو اللي كيمكننا نعرفوا كاع ليستوريك ديالو، نعرفوا كاع الملف الصحي الرقمي ديالو. اطلاق خدمات هذه المراكز الصحيه على صعيد الجهه ياتي تنفيذا للتعليمات الملكيه الساميه المتعلقه باطلاق اصلاح جذري وعميق للمنظومه الصحيه، وتهيئ الظروف المواتيه لتنزيل ورش تعميم التغطيه الصحيه الشامله والحماية الاجتماعية، منشآت صحية تعتمد سياسة القرب وتروم تخفيف الضغط على باقي المؤسسات المتواجدة بالجهة. ظروف ديال الاستقبال تبدلات، لان كاين واحد النموذج جديد ديال المراكز الصحية اللي كتعطي واحد الطابع ديال الأريحية عند المواطن اللي كيدخل عنده واحد الخدمات جديدة، وكيمكن له يلعب الدور ديال السبيطار ديال الحومة. وخلال اجتماع المجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة تم الوقوف على مدى تقدم الأشغال بالمركز، إضافة إلى اعتماد 4 اتفاقيات شراكة تروم تحسين الولوج إلى الخدمات العلاجية والأدوية وتوفير الرعاية المستمرة للمرضى وتسهيل مسارات التمريض.
عقد مجلس المستشارين اليوم جلسة للأسئلة الشفوية، محورها إشكالية تمويل ورش الحماية الاجتماعية. في المتابعة أحمد العلوي وعبد العلي عياد. موضوع استدامة تمويل ورش الحماية الاجتماعية شكل محور 11 سؤالا شفهيا آنيا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين. تساؤلات استحضرت أهمية هذا الورش الكبير وضرورة اتخاذ كافة التدابير لإنجاحه وضمان استمراريته. هاد الشيء اللي غادي نمشيو فيه خصنا نضمنوا ان الاستمراريه ديالو. اذا السؤال اللي كان اليوم هذا هو النقاش اللي كنحاولوا نشوفوا مع الدوله، كيف سيتم الحفاظ على الاستدامه خصوصا امام اكراهات، حتى لا يمكن نشوف هذا المشروع من بعد لا قدر الله يتوقف، لان التدابير ديالو تدابير يعني مكلفه جدا. هذا الرقم هذا اللي الحكومه كتوقع انه يوصل 51 مليار في 2025، حنا اليوم مدعوين وكنسالوا الحكومه باش يكون عندها واحد الاجتهاد سياسي واحد الابداع سياسي باش تقدر تخلق واحد الاستثمارات اللي تقدر تمكننا باش نضمنوا استدامة وديمومة تمويل هذا المشروع الضخم. ندعو كفريق في مجلس مستشارين إلى خلق أو نهج قيم التضامن والتعاضد من أجل استدامة تمويل هذا المشروع، خصوصا من الطبقات الميسورة والتي عبرت في عدة مناسبات عن كرم المغاربة. وفي تفاعله مع أسئلة المستشارين أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أن هذا الورش المجتمعي الكبير يقوم في فلسفته وتوازناته المالية على آلية التضامن. فتمويل ورش الحماية الاجتماعية في إطار الآلية القائمة على التضامن يتطلب تمويلا سنويا يناهز 35 مليار درهم في سنة 24، ثم 40 مليار درهم سنة 2026. تأكيد كذلك على أن الهندسة المالية لتمويل هذا الورش تقوم أيضا على إصلاح منظومة المقاصة والقيام بمسح شامل لكل البرامج الاجتماعية القائمة والتي تناهز حوالي 100 برنامج وتجميع برامج الدعم الاجتماعي، وهي عملية مكنت لوحدها من تعبئة حوالي 15 مليار درهم. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الغامبية سيد مامادو تانغارا، حاملا رسالة خطية من رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. جددت ألمانيا التأكيد على موقفها المتعلق بقضية الصحراء المغربية، موقف يعتبر مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007 مجهودا جادا وذا مصداقية من لدن المغرب وأساسا جيدا لحل مقبول من الطرفين. موقف تجدد بمناسبة انعقاد الدور 50 للمفاوضات الحكومية حول التعاون المغربي الألماني التي انعقدت بالرباط. بدورها البنين تجدد دعمها للوحدة الترابية لبلادنا ولمبادرة الحكم الذاتي، موقف عبر عنه وزير الخارجية البنيني في مباحثات هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وخلالها اتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة المختلطة للتعاون بكوتونو مطلع السنة المقبلة. إلى جنيف حيث انعقد اللقاء رفيع المستوى تخليدا للذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، موعد رفع شعار بلورة رؤية لحقوق الإنسان تهم 25 سنة المقبلة، وحضرت فيه التجربة المغربية بمبادراتها والتزاماتها وإنجازاتها. سيان بخلفي وعبد علي بن نوني. إحياء الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأهدافها الرئيسية التي ترتكز على العالمية والتقدم والانخراط، تضمنت الإعلان عن تعهدات الدول التي قدمت أفكارا ركزت في مجملها على خلق فضاء آمن بعيدا عن الحروب والنزاعات، مع تخصيص حيز هام لقضايا المرأة والبيئة والمناخ والتحديات التي تطرحها التكنولوجيات الحديثة. من المهم إيجاد قواعد حقوقية نتوقع من خلالها المخاطر عبر العالم، ومن المهم النقاش حولها، لكن المهم
هو ما بعد كل هذا من أجل تحسين الوضعية الحقوقية حول العالم، لأننا حاليا في وضعية جد صعبة. المملكة المغربية باستراتيجيتها الوطنية والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان قدمت خلال أشغال هذه الدورة نموذجا لتصوراتها المستقبلية لتعزيز مجال حقوق الإنسان. المغرب قدم التزامات، وهذه الالتزامات التي أثارت الاهتمام، وخاصة كما قلت في قضايا المدونة ومدونة الأسرة، إضافة إلى أنه قدمنا كذلك التزامات في مجال البيئة، وثم تعرفون اهتمام جلالة الملك والحكومة بموضوع البيئة، وكذلك في قضايا أخرى كالحماية الاجتماعية إلى آخره. أبان المغرب أنه منخرط في التغييرات التي يعرف العالم حول حقوق الإنسان. بين تقييم المنجزات وتدارس أهم التحديات المستقبلية المتعلقة بإحياء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، توصيات عديدة تمخضت عن هذه الدورة قاسمها المشترك تحقيق السلم العالمي والعدالة الاجتماعية للجميع من خلال تحرك دولي مشترك. من جنيف سهام بخليفي وعبد العالي جنوني. ومن جنيف ينضم إلينا سيد عبد الكريم بوجرادي الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. مساء الخير. مساء النور سيدي. من بداية سيد بوجرادي، ماذا تمخض عن هذا اللقاء رفيع المستوى المخلد للذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكيف يمكن استثمار توصياته لتعزيز دينامية الإصلاحات ببلادنا في مجال حقوق الإنسان؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. طيلة اليومين النقاشات والمحادثات التي قامت بتخريدنا لهذه الذكرى نصبت حول 4-5 محاور أساسية. المحور الأول هو كيف يمكن تقوية المنظومة الدولية لحقوق الإنسان حتى تساهم في الرفع من مستوى خلوا على الاعتبار مجال حقوق الإنسان. المستوى الثاني للنقاش هو مستقبل حقوق الإنسان في ظل الأزمات التي يعرفها العالم، وارتباطا بالسلم والأمان، حقوق الإنسان والتحدي الرقمي، حقوق الإنسان في ظل التغيرات المناخية وأثرها على مختلف ساكنات المعمور، وأخيرا المستوى الخامس من النقاشات اللي ضمت هو حقوق الإنسان والاقتصاد، حقوق الإنسان والتنمية. مختلف هذه الخلاصات تصب في مجملها حول كيف ممكن للمنظومة الأممية أن تعزز من تمتع مختلف البشرية على وجه الأرض بحقوقها. هذه الخلاصات وهذه التوصيات ومجمل النقاشات التي تمت نقاشتها مجملها تقع في صلب الأوراش التي تشتغل عليها المملكة المغربية. أذكر على مجال المثال للحصر، ورش الحماية الاجتماعية وما يسمو إليه من تعزيز حقوق اقتصادية واجتماعية لمختلف المواطنين والمواطنات المغاربة، ورش مختلف الأوراش مختلف المخططات التي تروم الانتقال إلى اقتصاد أخضر وتساهم في محاربة التغيرات المناخية. كل المبادرات التي قامت بها المملكة المغربية في مجال إثبات الأمن والسلام، أذكر هنا على سبيل المثال للحصر خطة عمل فاس القادة الدينية، خطة عمل الرباط لنشر قيم السمح والسلام. كل هذه الخلاصات تعم تصب ومنخرطة فيها المملكة المغربية من أجل تعزيز منظومتنا الوطنية، وكذلك المساهمة في تعزيز المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. طيب، إلى أي حد يعني شكل هذا الموعد مناسبة لربط وتعزيز علاقات يعني شراكة وتعاون وكذلك تبادل الخبرات بين المغرب وشركائه الدوليين في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان؟ أولا اسمح لي أنه المشاركة المغربية في هذا الحدث، أولا تذكير بأنه هذا الحدث تم إعطاء انطلاقته طيلة سنة 2023، وشارك فيها المغرب على ثلاث مستويات. أولا المستوى الأول كان على المستوى الوطني، حيث ساهمت في تخريج هذه الذكرى من مجموعة من الأنشطة ومن مجموعة من المبادرات، أذكر ثلاثة منها أهمها. أولا لقاء رفيع المستوى حول الوقاية من التعذيب الذي نظم بشراكة من بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان
المديرية العامة للأمن الوطني، وكان الأول من نوعه الذي يجمع المؤسسات الأمنية في في في, في منطقة الميناء. ثاني حادث كان هو إطلاق الخطة العربية في مجال التثقيف والتربية على حقوق الإنسان، وثالث حادث كان أهمها هي الرسالة الملكية بمناسبة هذه الذكرى. المستوى الثاني الذي هم مشاركة المغرب في تخليد هذه الذكرى هو ما قدمه من تعهدات. هذه التعهدات ضمت 4 تعهدات تضم الحماية الاجتماعية، النهوض بحقوق المرأة، ثم محاربة التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، وكذلك نشر قيم السلام والتسامح، ومستوى ثاني من تعهد وهو يروم تعزيز المنظومة الدولية من خلال مؤسسة الشراكة والتعاون بين المؤسسات بين الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع. المستوى الثالث الذي بصم المشاركة الوطنية في خلال هذه الفعاليات وهو مختلف اللقاءات الثنائية التي أجرها الوفد المغربي برئاسة السيد وزير العدل مع مختلف الدول، والتي رامت من الأول هو كيفية تعزيز تبادل الخبرات بين هذه الدول في مجال حقوق الإنسان، وكيف ممكن أن نستجاب من التجارب، ثم كذلك كيف ممكن أنه نعمل على تقوية الاشتغال بين دول جنوب حول مجموعة القضايا التي تهم بلداننا في ظل هذه المنظومات الدولية. سيد عبد الكريم مجرادي، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، شكرا لك على كل هذه المعطيات، كنت معنا مباشرة من جنيف. الوفد المغربي بجنيف أجرى مباحثات ثنائية مع عدد من الوفود الإفريقية المشاركة بهدف تطوير التعاون المشترك. عودة إلى سهام بوخليفي وعبد علي جنوني. مباحثات ثنائية أجرها وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي على هامش انعقاد هذه الدورة مع الوزير الأمين العام للحكومة المكلف بحقوق الإنسان بجمهورية الطوغو، ومع مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع بموريتانيا. شملت أوجه التعاون المشترك. تباحثنا مع السيد الوزير حول آفاق التعاون التي يمكن أن ننسجها في إطار محور دول الشريط الأطلسي، خاصة في جزئه الجنوبي، وبالضبط المواضيع المرتبطة بالأمن والعدالة وتدعيم حقوق الإنسان. تجمعنا أفكار مشتركة يمكن أن نتبادلها مستقبلا. تحدثنا عن وسائل التشارك بين الدولتين في مجال حقوق الإنسان، وهناك إن شاء الله في المستقبل القريب طرق للتعاون في مجال حقوق الإنسان إن شاء الله لهن نتحدث عنه في المستقبل إن شاء الله. وفي هذا الصدد قدم وزير العدل خلال هذه المباحثات الثنائية الإصلاحات التي تقوم بها المملكة المغربية في العديد من المجالات، خاصة في مجال حقوق المرأة والطفل والحماية الاجتماعية وعدد من الجوانب الحقوقية والقضائية. كان لقاء جميلا حيث تبادلنا فيه الأفكار حول قضايا مشتركة، وقررنا أن تكون زيارات مشتركة وأن نتعاون بشكل مشترك في جميع الملفات، وكذلك في تبادل التجارب وتبادل البعثات، وهذه خطوة جد إيجابية للتعاون بين البلدين. وفي ختام هذه المباحثات تأكيد على العمل الثنائي المشترك في مجال التكوين وتبادل الخبرات بما يعزز حقوق الإنسان داخل هذه البلدان ويجعلها تلعب دورا أكثر قوة في المنطقة العربية الإفريقية والعالمية. أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة الترابية الوطني سيد عبد اللطيف حموشي اليوم بالرباط مباحثات مع المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب. وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ بهذا الخصوص أن الطرفين ناقش سبل الدفع بآليات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية، خصوصا في قضايا التجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والتهديد الإرهابي ومخاطر الجريمة السيبرانية ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. وتمكنت عناصر المكتب الوطني لمكافحة المخدرات بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية اليوم من إجهاض عملية نوعية للتهريب الدولي للمخدرات القوية عبر ميناء طنجة المتوسط. حسناء من جابي والتفاصيل.
215 كيلوغراما و 822 جراما، مجموع ما تم حجزه من مخدر الكوكايين في عملية نوعية للتهريب الدولي للمخدرات القوية عبر ميناء طنجة المتوسط. العملية الأمنية تمت بتنسيق مع الوكالة الفيدرالية الأمريكية لمكافحة المخدرات، وذلك في إطار علاقات التعاون العمليات المشترك مع السلطات الأمريكية لمكافحة عمليات التهريب الدولي لمخدر الكوكايين وتحييد مخاطر وتهديدات شبكات جريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أشار إلى أن التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية أسفرت عن ضبط هذه الشحنات من مخدر الكوكايين ضمن حاوية كانت على متن باخرة للنقل البحري تحمل علم دولة أوروبية، انطلقت من أحد الموانئ بدولة البرازيل ومتوجهة صوب ميناء روتردام الهولندي. وحسب البلاغ فقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة على متن هذه الحاوية أيضا عن حجز 5 شرائح إلكترونية لتحديد المواقع باستعمال نظام التموضع العالمي كانت موصولة بأكياس الكوكايين المهربة، بالإضافة إلى معاينة عدم مطابقة أقسام هذه الحاوية للوثائق والسندات. وقد عهد بمهمة البحث والتحري في هذه القضية إلى المكتب الوطني لمكافحة المخدرات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأشخاص المرتبطين بالشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنات من مخدر الكوكايين، وكذا تحديد تقاطعاتها وارتباطاتها الإقليمية والدولية بالتنسيق مع مكتب أنتربول الرباط. وخلص البلاغ إلى أن فرق الكلاب المدربة للشرطة تواصل تفتيش باقي محتويات هذه الحاوية مع إخضاعها لكشف دقيق بمعدات الرصد، وذلك للتحقق النهائي من فرضية وجود مواد محظورة أخرى داخل هياكلها. في قمة المناخ كوب 28 المنعقدة في الإمارات العربية المتحدة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف المشاركة إلى إظهار مرونة أكبر في المفاوضات، مؤكدا أن الوقت قد حان للبحث عن توافقات للوصول إلى حلول بخصوص الإشكاليات العالقة. والتفاصيل مع حفيظ الهواري. كل المشاركين في قمة كوب 28 بالإمارات العربية المتحدة مقتنعون أن إشكاليات البيئة لا تحل ببساطة. بالمقابل أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الجميع على الصعيد العالمي ملزم بتقديم برنامج واضح يهدف إلى مضاعفة الطاقات المتجددة 3 مرات ومضاعفة النجاعة الطاقية ومواجهة السبب الرئيسي لأزمة المناخ، وهو إنتاج واستهلاك المحروقات الأحفورية. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف المشاركة إلى البرهنة على تطلعات أكبر، خاصة على واجهتين: تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة وتأمين عدالة مناخية. وأكد أن على المتفاوضين أن يتجاوزوا الخطوط الحمراء والمواقف المتصلبة وتكتيكات الحجب. إذن قمة كوب 28 وهي تشارف على نهايتها تجد أمامها فراغات كبيرة لم يتم ملؤها بعد، لذلك يشدد أنطونيو غوتيريش على إظهار قدر أكبر من المرونة، فتقليص الغازات الدفيئة سيخلق ملايين فرص العمل بكرامة، بشرط أن تقوم الحكومات بدعم وتكوين وتوفير الحماية الاجتماعية للأشخاص الذين سيتضررون من ذلك. تقليص الغازات الدفيئة وإعادة بعض التوازن إلى المناخ يستوجب تعبئة حوالي 40 مليار دولار في أفق 2025. ومن دبي ينضم إلينا اللحظة سيد بوسكري الرازي، مدير التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. أهلا بك سيدي. مساء الخير. مساء النور. إذن بداية، ما الذي ميز حضور المغرب في قمة المناخ كوب 28 بدبي، وكيف استطاعت التجربة المغربية في مجال العمل المناخي أن تحظى باهتمام المنتظم الدولي؟ نعم، فهذه الدورة عرفت مشاركة مكثفة ديال البلاد ديالنا على المستوى الرسمي اللي كيف ما كتعرفوا يتميز بحضور الأميرة الجليلة لالة حسناء لتمثيل صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأعزاه في القمة العالمية لرؤساء الدول والحكومات اللي تنظمت في البداية ديال هذا المؤتمر. ثم كانت المشاركة أيضا ديال المغرب متعددة الأبعاد ومختلفة الانتماءات، يعني من طرف قطاعات ومؤسسات حكومية
كان القطاع الخاص، كانت الجماعات الترابية اللي كان الحضور ديالها كثير ووازن اللي كيمثل جميع جهات المملكة والمجتمع المدني أيضا، إضافة إلى مؤسسات البحث العلمي واللي ترليه الانتباه هو يعني مشاركة المتزايدة ديال الشباب المغربي اللي بدا كيلم بمواضيع ديال والمتابعة ديال المواضيع ديال المفاوضات. هاد المشاركة أيضا عرفت يعني توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها على سبيل المثال اتفاقية في مجال البيئة مع سلطنة عمان، منها مذكرة التفاهم بين المغرب وإثيوبيا لإحداث التحالف من أجل الولوج إلى الطاقة المستدامة بالدول الأقل نمو، منها أيضا مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال سوق الكربون أو المادة ما يعرف المادة 6 من اتفاقية باريس مع يعني النرويج. هناك أيضا كان إعلان مشترك مع البرتغال يتعلق بالربط للشبكة يعني الكهربائية. كان إعلان مشترك أيضا مع الاتحاد الأوروبي بخصوص برنامج كيهم تمويل يعني مشاريع في مجال الطاقة الخضراء. ثم أيضا كانت مناسبة هذا المؤتمر للمغرب اللي انضم فيه المجموعة من التحالفات ويعني التصريحات العالمية بحال التحالف للتخلص من الفحم، أيضا الانضمام إلى التحالف العالمي للنمو الأخضر، كان أيضا الانضمام إلى التصريحات كتهم الأمن الغذائي. نعم. كتهم مضاعفة ديال القدرة المنشأة ديال الطاقة المتجددة يعني لثلاث مرات، ثم مضاعفة ديال النجاعة الطاقية أيضا بمرتين. طيب أبقى معكم في نفس السياق سيد الرازي، أكيد أنكم تابعتم يعني خلال مؤتمر كوب 28 الإعلانات والتعهدات المالية المخصصة لدعم العمل المناخي، وأسألكم كيف ينخرط المغرب في هذه الدينامية الدولية؟ نعم، كما تتبعتم أود أن أشير هنا للقرار التاريخي لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار. هذه للمرة الأولى التي يتم فيها اعتماد قرار موضوعي في اليوم الأول من المؤتمر، وكانت هذه خطوة إيجابية في اتجاه تخفيف التوترات الناجمة عن التمويل بين دول الشمال والجنوب. وبهذا الخصوص فالتزمت أكثر من 20 دولة بالفعل بأزيد من 792 مليون ديال الدولار لهذا الصندوق هذا، بما في ذلك يعني 100 مليون ديال الدولار الأمريكي من دولة الإمارات العربية المتحدة اللي كتنظم المؤتمر، وحوالي 500 مليون دولار أمريكي من دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مساهمات أخرى من دول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، كندا، اليابان، النرويج وسويسرا أيضا. وعرف المؤتمر كذلك تسجيل واحد الرقم قياسي للتعهدات المالية اللي بلغت 84 مليار دولار، منها مثلا إطلاق مبادرة ديال إحداث صندوق تمويل المناخ جديد بقيمة 30 مليار دولار بتمويل يعني ديال دولة الإمارات المتحدة. نعم. اللي غيعزز الشراكات الدولية المحورية نحو تحقيق حل عالمي للتغير المناخي يعيد بمستقبل أفضل للجميع. هناك أيضا 792 مليون دولار لصندوق الخسائر والأضرار كما قلت مسبقا. نعم. ثم كاين 3.5 مليار دولار لصندوق الأخضر للمناخ و134 مليون دولار لصندوق ديال التكيف، إضافة إلى 6.8 مليار دولار لخاص لمشاريع الطاقية. طيب سيد بوسكري الرازي مدير التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، شكرا لك، كنت معنا مباشرة من دبي. ودائما مع مناقشة مآلات العمل المناخي الدولي على ضوء قمة المناخ كوب 28 بدبي، ينضم إلينا اللحظة من روما السيد سعيد شكري الخبير والمستشار في قضايا البيئة والتغيرات المناخية. مساء الخير سيد سعيد شكري. سيد شكري هل تسمعني؟
يتعذر الاتصال بالسيد سعيد شكري الخبير المستشار في قضايا البيئة والتغيرات المناخية. يوم آخر عاش فيه الفلسطينيون تحت رحمة القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، غارات تدفع المدنيين إلى النزوح في ظل ظروف إنسانية بائسة وصفها المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بأنها جحيم على الأرض. إبراهيم مرزوقي. على الرغم من خسائره الجسيمة في قطاع غزة وعدم قدرته حتى الآن على تحقيق هدفه المعلن وهو تدمير حركة حماس وإنهاء حكمها في القطاع، ما يزال الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته الجوية والمدفعية على قطاع غزة والتي طالت بالأساس البنى التحتية والمستشفيات والمدارس التي تأوي النازحين وما تبقى من الدور السكنية، موقعا المزيد من الضحايا المدنيين خصوصا في رفح وخان يونس جنوب القطاع. أنا جيت على المنطقة مش عارف وين البيوت كانت، طلع انت الجورة الحفرة هنا المنظر يعني 3 متر 5 متر تحت الأرض، كل هذا الإجرام كل هذا الحقد على شو؟ مدنيين يعني 12 مدني طلع من المكان. بدنا الوضع يصير كويس إن شاء الله وتهدى الأمور، الأطفال راحوا والأبرياء هذول راحوا. وعلى صعيد المعارك البرية أعلن اليوم أيضا عن سلسلة اشتباكات بين القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع وبين مقاتل حماس والفصائل الفلسطينية. سياسيا تتواصل الدعوات الدولية من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل طالب اليوم بوقف العنف ليس فقط في قطاع غزة ولكن في كل الأراضي الفلسطينية ووضع أرضية لحل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال قيام دولة فلسطينية. عقد الرئيس الأوكراني اجتماعات في الولايات المتحدة الأمريكية لدعوة واشنطن لمواصلة تقديم المساعدات لبلاده. في الأثناء أعلنت روسيا أنها أحرزت تقدما كبيرا في منطقة زابوريجيا جنوب أوكرانيا، وفي المقابل حديث عن فشل الهجوم الأوكراني المضاد الواسع النطاق. في رباط ندوة دولية ينظمها على مدى يومين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تحت عنوان الذكاء الاصطناعي رافعة من أجل تحويل التربية والتكوين والبحث العلمي. في المتابعة سكين هاشمي، فؤاد الحرش ونضي اللوباني. ندوة دولية تهدف إلى تعميق إدراك المفاهيم الأساسية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتغيرات الاجتماعية التي قد تترتب عن هذه التكنولوجيا. خبراء وباحثون على الصعيدين الوطني والدولي ساهموا خلالها في إغناء النقاش حول تحديات وفرص ومستقبل السياسات العمومية المتعلقة بالتربية في زمن الذكاء الاصطناعي. الهدف ديالنا اليوم هو نجمع واحد الشلة ديال الخبراء باش نتكلموا على هذا الذكاء الصناعي باش نشوفوا الى اي حد يمكن المنظومه الوطنيه للتربيه والتكوين والبحث العلمي تستفد من الذكاء الصناعي من اجل انجاح الاصلاح ديالها، ومن طبيعه الحال باش نتناقشوا في كل ما هو تهديدات ديال الذكاء الصناعي ونشوفوا السبل باش اننا نتخطاوها ان شاء الله في القريب العاجل. أشغال الندوة تمحورت حول مجموعة من المواضيع تهم بالأساس أحدث الاتجاهات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وضوابطه وأخلاقه، لا سيما فيما يتعلق بحماية الحياة الخاصة للأفراد، بالإضافة إلى إدماج الذكاء الاصطناعي في التربية وكيفية توظيفه بغرض تحسين سيرورة التعلم والتعليم. عندنا محاضرة على الذكاء الاصطناعي وكيفاش يمكن له يطور التربية في المغرب. كنعرفوا بان الذكاء الصناعي الان كيتواجد في جميع الميادين، وكنظنوا بان الذكاء الصناعي الى تشغل في اطار تحسين الوضع ديال الطالب ديال الاستاذ ديال المجتمع ديال المحيط ديال التعليم غيمكن يعطي نتائج جيده جدا. هذه التظاهرة العلمية ترم الإسهام في بلورة استراتيجية وطنية وإفريقية في موضوع الذكاء الاصطناعي وأثره على التعليم من خلال أعمال الذكاء الجماعي وتوظيف مختلف وجهات النظر للمتدخلين من خبراء وممارسين وباحثين.
مدينة مراكش تحتضن أشغال القمة العربية الثانية لريادة الأعمال تحت شعار من الصمود للازدهار، فرصة سانحة لرواد الأعمال والمقاولات للاستفادة من الفرص البينية بحضور رفيع المستوى لكافة المتدخلين في ريادة الأعمال والتنمية المستدامة. سمية بالعياشي والمعتصم بالله الباساوي. تمثيل رفيع المستوى للبلدان العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والجهات المتخصصة في ريادة الأعمال والتنمية المستدامة ورواد الأعمال والجهات المتخصصة في المجالات ذات الصلة يلتئمون من خلال هذه التظاهرة الهامة من أجل مناقشة سبل وإمكانيات تعزيز التمكين والتحفيز على المستويين العربي والعالمي في مجال ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة والمتوسطة. عندنا هدف باش يكون عندنا أكثر من 200 مليون ديال الدولار من أجل المساهمة مع هاد رواد الأعمال. كاين تجارب مغربية رائدة، كاين تجارب عربية رائدة. من بين التجارب التي أبهرتنا هي تجربة لمقاولة يعني كتقدر تبني منازل في أقل من شهرين. أشغال القمة سوف تتم على 6 مسارات عمل رئيسية، حيث يتضمن جدول الأعمال مسارا خاصا بصناع القرار والسياسات وجلسات للتحفيز والإلهام وأوراش العمل التفاعلية ومعرض للشركات الصغيرة والمتوسطة ومنطقة الفرص، بالإضافة إلى مسارات عمل متقاطعة عبر مختلف الفعاليات كالتشبيك والتبادل والربط وحشد الالتزامات. كما أن التجربة المغربية حاضرة بقوة في هذا البرنامج. هدفنا فيها اللي دعم رواد الأعمال ليس فقط الدعم المادي بس الدعم الفني، والأهم التشبيك بين رواد الأعمال العرب، لأنه هذا التشبيك في غاية الأهمية. هناك كثير من القطاعات لرواد الأعمال اللي هي متشابهة. تنوع الخبرات والأفكار الموجودة هنا بالمشاريع المختلفة الوطنية والإقليمية وإن شاء الله الدولية هي ستساعد رواد الأعمال في الدول المختلفة للنهوض وبإذن الله للابتكار. هذا وتهدف القمة إلى توفير منصة إقليمية لدعم ريادة الأعمال في المنطقة العربية من خلال تعزيز الشراكات وتوسيع الفرص عبر المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية. الرباط تحتضن أشغال النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي للمناطق الصناعية وشعاره المناطق الصناعية المستدامة، أي تطور للعقارات المهنية المغربية من أجل دينامية اقتصادية. خديجة زروال والعربي النهيري. التحديات المناخية الراهنة تفرض مناطق صناعية مستدامة تعتمد حلول تساعد على الحد من التغيرات المناخية. النسخة الثالثة من هذا المؤتمر تتميز بحضور خبراء من مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية لتقديم عروض المعدات والخدمات المبتكرة التي توفر حلولا للتحديات الاقتصادية والبيئية. اليوم أكثر من 15 باحث، 15 مختص مجال تطوير المناطق الصناعية والبناء ديالها والتنمية المستدامة ديالها، غادي ناقشوا كيفاش غادي إن شاء الله هاد الاستراتيجية غادي تساهم فولوج المغرب في الجيل الجديد من الصناعة المستقبلية. الارتقاء بالمنظومة الصناعية غيحتاج لوعاء عقاري صناعي من جيل جديد اللي كيتوفر على كل الخدمات وعلى رأسها الطاقة الخالية من الكربون. المغرب الذي يتوفر حاليا على مناطق صناعية تتجاوز 150 منطقة صناعية على مساحة تصل إلى 12,000 هكتار، انخرط منذ فترة في عملية تعزيز المناطق الصناعية المستدامة تستجيب للمعايير الدولية وللتحديات البيئية. المغرب لديه رؤية واستراتيجية واضحة في هذا المجال، خاصة أنه يتوفر على منظومة صناعية متطورة موجهة للتصدير، علما أنه هناك ضريبة الكربون التي تفرض على الصادرات في كافة دول العالم. الشركة الدولية المالية هي من الشركات التي تساهم في التنمية المستدامة خاصة في الدول النامية. مشاركتنا في هذا المؤتمر جد مهمة من أجل دعم ومواكبة الصناعة الخضراء بالمغرب. استدامة المناطق الصناعية ستعزز من القدرة التنافسية الصناعية للمغرب، لأنها تعتبر من بين الأدوات المساهمة في ترقية أنماط الاستهلاك والإنتاج وبالتالي تحسين الأداء البيئي والاجتماعي للمنتجات وطرق التصنيع.
اختتمت اليوم بالرباط فعاليات لقاء حول عقد التوأم المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشروع يروم تدعيم تنافسية الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص. ياسر عمراني وسعيد جاسي. التوأمة بين مجلس المنافسة وائتلاف مكون من لجنة المنافسة باليونان وهيئة حماية المنافسة والمستهلكين ببولندا وهيئة المنافسة بإيطاليا، تعزيز لشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. الندوة تأتي لختام فعاليات هذه التوأمة المؤسساتية المثمرة بين الجانبين. هذه العملية اللي كيشرف عليها بطبيعة الحال كتشرف عليها وزارة المالية سمحت مدة سنتين بتكوين أطر مجلس المنافسة المغربي، تبادل الخبرات ما بين مجلس المنافسة المغربي وهذه السلطات المنافسة في ثلاث دول، عمليات تكوين اللي استفد منها أطر ديال المجلس، ولكن كذلك قضاة السلطة العليا للقضاء. هذا المشروع الذي يندرج في إطار مسلسل ضمان الانسجام التنظيمي مع تشريعات الاتحاد الأوروبي يهدف إلى المساهمة في توطيد مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة وتدعيم تنافسية الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص. اليوم نختتم مشروع التوأمة بين مجالس المنافسة بكل من المغرب، اليونان، إيطاليا وبولندا. كانت تجربة مثمرة، تبادلنا فيها الخبرات والتجارب كذلك. وتم تمويل مشروع التوأمة الممتد لفترة استغرقت 24 شهراً من طرف الاتحاد الأوروبي، ويتوخى منه تحقيق مجموعة من الأهداف الخاصة تتمثل على الخصوص في المساهمة في بناء القدرات المؤسساتية لمجلس المنافسة. أفاد المركز المغربي للظرفية بأن المغرب يحتل مكانة رائدة بفضل المشروع الطموح للسيارات الكهربائية، مسجلا بذلك منعطفا حاسما في استراتيجيته الطاقية في عالم أصبح فيه الانتقال الطاقي أولوية شاملة. المركز أبرز في نشرته الشهرية أن هذا المشروع المبتكر الرامي إلى ربط الدخل بالدار البيضاء عبر طريق كهربائية على امتداد حوالي 1400 كيلومتر يجسد تقدما هائلا في مجال استغلال الطاقات المتجددة وتقليل أثر الكربون. في المجال الفلاحي، عدد من الضيعات بإقليم شتوكا أيتباها تعتمد الفلاحة البيولوجية في إنتاجها، ولتوعية الفلاحين لقاء تواصلي لتقريب الفلاحين من آخر المستجدات. ياسر العمراني ونور الدين صابر. هذه الضيعة الفلاحية بإقليم شتوكا أيتباها والمتخصصة في إنتاج الطماطم فضلت اتباع طرق جديدة في الفلاحة تعتمد على مواد بيولوجية وعضوية، طرق ساهمت في تحسين جودة المنتوج ومردوديته. الفلاحة خصو يتزوجوا كاملين هاد لي برودوي شيميك، وانتم راه اشتغلتوا على هاد لي برودوي البيولوجي، كاين كيزيد في الانتاج وكاين في الصحة ديال بنادم. كاين البرودوي اللي هو طبيعي ومزيان الصحة ديال بنادم وهو ما كيضرش الشجرة. ولتحسيس فلاحي المنطقة بأهمية الزرع البيولوجي، هذا اللقاء التواصلي لتقريب المهنيين من أساليب حديثة في الإنتاج. تقنيون اجتهدوا للخروج بخلاصات تؤكد على أن الفلاحة البيولوجية تشكل مستقبل القطاع. احنا جينا بسياسة ديال مواد هي فلاحية بيولوجية هي المستقبل إن شاء الله ديال المغرب وديال المغاربة، لا 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 الإنسان ولا النبس. مدة 6 سنوات حنا كنشتغلوا مع الفلاحة ديالنا، كنوجدوا لهم واحد العدد ديال المنتوجات اللي هي أورغانيك عضوية. هاد المنتوجات هادو غادي يتضح ويتجلى النتائج ديالها على المستوى ديال المردودية ديال الفلاحة، لأن غادي نشتغلوا على المردودية وبتكلفة أقل ما يمكن. ويصل حجم الإنتاج الفلاحي في إقليم شتوكا أيتباها إلى 70% من البواكر المصدرة على الصعيد الوطني، كما أن عدد الضيعات يصل إلى أزيد من 700 ضيعة، منها 362 مجهزة بطرق عصرية. واليوم لقاء مؤجل برسم البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم جمع فريق اتحاد تورقة والوداد البيضاوي. الفريق الأحمر تمكن من تحقيق فوز صعب، والتفاصيل مع محمد بن تركان.
فريق الوداد الرياضي خلق فرصا في الشوط الأول أمام مضيفه نادي اتحاد تورقة، فرص لم تستغل بشكل جيد من لاعبي نادي الوداد الرياضي الذين فقدوا كثيرا من تركيزهم. وفي آخر دقائق المشهد الأول سيحصل الفريق الزائر على ضربة جزاء مشروعة. سيف الدين بوهرة ضيع فرصة سانحة للتهديف بعد تدخل حارس عرين اتحاد تورقة عبد الرحمن الحواصلي لينتهي الشوط الأول كما بدأ وبالأسف. وفي الشوط الثاني حكم المباراة وبإعاز من تقنية فيديو الفار سيلغي هدفا لفريق اتحاد تورقة بعد تسلل واضح للاعبي نادي الفريق المضيف. ويبدو أن الوداد الرياضي بات يسجل في آخر أنفاس المباريات. اتمكن اللاعب العملود من فك طلاسيم هذا اللقاء بتدوينه الهدف الوحيد لصالح النادي الأحمر خلال هذه المواجهة. فوز مهم لنادي الوداد الرياضي قبل المواجهة الهامة أمام نادي سيمبا التنزاني عن الجولة الرابعة من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية بدار السلام. احتضنت الدار البيضاء البطولة الوطنية للشرطة في رياضة الجودو، تظاهرة عرفت مشاركة العناصر الأمنية بمختلف المصالح عبر جهات المملكة. حسن زكي وعشر بن سعود. 32 متباريا شاركوا بالبطولة الوطنية للجيدو الخاصة بالشرطة، وهي محطة للوقوف على جاهزية الأبطال العاملين بمختلف أسلاك الشرطة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. اليوم تنحتفلوا بأول بطولة ديال الشرطة اللي الحمد لله نجحت بواحد الطريقة اللي كيف نتمنوا دائما في الجيدو، والجامعة دائما تتحاول من خلال تعاوني مع جميع المؤسسات إلا باش ننجحوا الجيدو على جميع الأصعدة. البطولة سهرت على تنظيم مجرياتها الأطر التحكيمية والتنظيمية للجامعة الملكية المغربية للجيدو، وذلك في إطار الشراكة والتعاون الرياضي الذي يجمع الجامعة الملكية المغربية للجيدو مع عدة مؤسسات عمومية وشبه عمومية من أجل تطوير رياضة الجيدو بالمغرب. السياسة ديال الجامعة الملكية المغربية اليوم وقعت عدة شراكات مع عدة مؤسسات، آخرها كانت مؤسسة جامعة بنو طفيل بالقنيطرة، وإن شاء الله خلال الشهرين المقبلين غيكونوا شراكات كثيرة لنشر الجودو داخل المؤسسات الجامعية وداخل مؤسسات السلك ديال الأمن. البطولة شهدت مشاركة العناصر الأمنية الممارسة لرياضة الجيدو الممثلة لمصالح الشرطة بمختلف جهات المملكة، ذلك لحجز بطاقة المشاركة رفقة الفريق الوطني للشرطة بفعاليات البطولة العربية القادمة والتي ستحتضن فعالياتها في 14 من الشهر المقبل جمهورية مصر العربية. انطلقت مساء أمس بالناظور فعاليات المهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة، شعار دورته 12 ذاكرة العودة، وفي برنامجها احتفاء تكريم وإبداع. حنان أفصلان. المهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة نقطة إشعاع فني وثقافي بمدينة الناظور. أمام لجنة التحكيم مهمة الاختيار ما بين 28 فيلما طويلا وقصيرا ووثائقيا المتبارية في المسابقة الرسمية للجوائز الكبرى للمهرجان. أشارك في المهرجان للمرة الثالثة وأجد أن مهرجان الناظور في تطور دورة بعد أخرى مع الحفاظ على أجوائه اللطيفة والودية. المهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة بالناظور سلمت خلاله جوائز تكريم لعدة أسماء سياسية وطنية ودولية ووجوه فنية مغربية. أنا سعيد جدا وفخور بهذا التكريم، وأتمنى أن يستمر هذا الدعم لآخرين إن شاء الله. أعتقد أن الذاكرة حاضرة دائما في حياة الإنسان، وتكريمي يلزمني على مواصلة العمل من أجل دعم حقوق الإنسان والديمقراطية التي يحتاجها العالم. كل تكريم في حد ذاته هو إلتفاتة جميلة،
وبالخصوص في هذا المهرجان الذي يحمل تيمة تعني لي الشيء الكثير اللي هي المهرجان الدولي للسينما الذاكرة المشتركة. ذاكرة العودة هو عنوان دورة هذه السنة التي تستضيف مخرجين سينمائيين من المغرب والخارج لمناقشة التجارب المختلفة لتعزيز ثقافة الديمقراطية والسلام. وتنوي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم السادة القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر جماد الآخرة ستكون مساء يوم غد الأربعاء، راجية منهم أن يخبروها بثبوت أو عدم ثبوت رؤية الهلال، وذلك بواسطة أرقام الهاتف الظاهرة على الشاشة. إلى التذكير بالعناوين. اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة مناسبة للوقوف على إصلاحات جذرية وعميقة انخرطت فيها بلادنا لتعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية. التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان كانت حاضرة في اللقاء رفيع المستوى بجنيف تخليدا للذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما المناخ بالإمارات العربية المتحدة، الترقب يسود قبيل صدور مشروع الاتفاق الجديد حول المناخ، والأمم المتحدة تدعو إلى مرونة أكبر في المفاوضات بخصوص الإشكاليات العالقة. غدا نلقاكم بإذن الله.